السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من سلسلة تمارين اتصال الدالة العددية. إذا التمرين يقول نعتبر الدالة F المعرفة على R بما يلي. إذا عندنا واحد الدالة F وعندنا الصورة ديال واحد اللي كتساوي 1/2 ودروس اتصال F في 1. إذا لدراسة اتصال F في 1 خصني نحسب النهاية ديال F في 1 ونقارنها مع اف دو واحد. اذا اف دو واحد هي 1/2، النهايه ديال الداله في 1. اذا غادي نحسب النهايه، غادي ندير التعويض المباشر. التعويض المباشر غيعطينا الجذر ديال 1 مربع + 3 اللي هي 4 - 2 على 1 - 1، كيعطينا الجذر 4 اللي هي 2 - 2 على 0، أي 0/0، يعني شكل غير محدد. إذن لا يمكن حساب النهاية مباشرة. إذن هنا خصنا نحيد الشكل غير محدد. هنا غادي ندير تقنية المرافق، غادي نضرب في المرافق ديال البسط. إذن في البسط عندنا الجذر x²+3 - 2، غادي نضرب في المرافق ديالها. إذن المرافق ديالها هو جذر x²+3 + 2. إذا الليميت ديال x²+3 - 2 مضروبة في جذر مربع ديال x²+3 - 2 على x-1. إذا المرافق كنضرب التعبير في البسط وفي المقام، x²+3 + 2، دائما النهاية في 1. إذا عندنا في البسط متطابقة هامة على شكل أ ناقص بي مضروبة في أ زائد بي. إذا كتساوي لنا هي a² - b² أي الجذر ديال x²+3² أو الكل مربع بحال بحال ناقص 2 + 2. وفي المقام غادي نخلي التعبير كما هو، ما غاديش ندير التعميل لأن الهدف هو الاختزال من بعد. إذن دائما النهاية في 1. إذن الجذر مربع ديال x²+3، ولا نقدر ندير هنا الأقواس. إذا المربع كتمشي مع الجذر كيبقى لنا x²+3. إذا الليميت ديال x²+3 - 2 + 2، إذن 2 + 2 هي 4، إذن -4. 3 - 4 هي -1، يعني هنا x²-1 على x-1 عامل الجذر ديال x²+3 + 2. x²-1 هي متطابقة هامة، يمكن لي نكتبها على شكل x-1 عامل x+1. إذا يمكن لي مباشرة ندير x-1 عامل x+1. إذا الهدف كما قلنا في المرافق هو الاختزال. إذا هنا غنختزلو x-1 في البسط وفي المقام. إذا غادي يبقى لنا الليميت في 1 ديال x+1 على الجذر x²+3 + 2. دابا يمكن لي ندير التعويض المباشر. إذا x نعوضها بواحد، 1 + 1، إذا عندنا 1 + 1 على الجذر ديال 1 مربع اللي هي، إذن على الجذر ديال 1+3 + 2. إذن عندنا 1+1 هي 2، الجذر في المقام الجذر ديال 4 هي 2، إذن هي 2/4. إذن 2/4 كنختزلو بالعدد 2 في البسط وفي المقام، تيبقى لنا 1/2. إذن الخلاصة حسبنا ليميت ديال F في 1، لقيناها كتساوي لنا 1/2، وحسب المعطيات عندنا F ديال 1 راه كتساوي لنا 1/2، وبالتالي F متصلة في 1.